مع سمير عمر. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حوار القاهرة. في هذه الحلقة نسعى للإجابة عن سؤال الساعة في مصر: هل سيخضع الجنيه المصري لعملية تعويم أو خفض لقيمته مقابل الدولار؟ ولماذا كثر الحديث عن ترقب صدور هذا القرار بالتعويم أو الخفض قبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي بدأت في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الجمعة؟ وإذا كان قرار تعويم الجنيه مرتبطا بتوجيهات من صندوق النقد الدولي حسبما يرى بعض الاقتصاديين، فهل يعني هذا أن القرار صادر لا محالة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا خالف محافظ البنك المركزي كل التوقعات بتثبيته سعر الدولار في العطاء الدوري الذي يطرحه البنك كل ثلاثاء؟ أم إن الأنباء المتواترة عن التعويم وبعضها صادر من جهات رسمية كانت مجرد جس نبض للسوق؟ وما تأثير هذه الخطوة حال حدوثها على المواطنين وأسعار السلع وحركة التصدير والاستيراد؟ هذه التساؤلات وغيرها أطرحها على ضيفي هنا في الاستوديو: نائب العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني الأستاذة سهر الدماطي، وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية الدكتور نور ندى. لكن دعونا قبل أن نبدأ هذه المناقشة الموسعة في هذه القضية نستمع إلى آراء المواطنين وكذلك بعض المستوردين وصحفيين معنيين بالملف الاقتصادي فيما تردد عن تعويم الجنيه وانعكاسات القرار الذي لم يصدر بعد على حركة الأسعار في السوق المصرية. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في الفقرة الخارجية من حوار القاهرة والتي نناقش فيها أوضاع العملة المحلية المصرية. مات الجنيه، ألف رحمة ونور عليه، هكذا لخص شاعر مصري حال العملة المحلية في أوائل التسعينيات من القرن الماضي. بعدها استردت العملة المحلية المصرية عافيتها وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي. الآن ومنذ نحو 3 شهور لا ينقطع الحديث في مصر عن أحوال العملة المصرية، خفض، تعويم، ووضع الاحتياطي النقد الأجنبي الذي ينخفض طرات عديدة ثم يرتفع بفعل عوامل خارجية لا تنعكس بالإيجاب على أحوال الاقتصاد المصري. في المقهى حيث البرلمان الشعبي المصري، المصريون من مختلف الأطياف يتبادلون الحديث، وعنوان أحاديث المصريين الرئيسي: ارتفاع الأسعار المرتبط بخفض قيمة العملة المحلية وارتفاع سعر الدولار. وعلى أحد مقاهي وسط القاهرة نلتقي 3 من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي، وأيضا من الذين يشاركون بطريقة ما في العصف الذهني الذي يقود إلى وضع السياسات النقدية والمالية في مصر. الأستاذ مصباح قطب، أهلا بك. أهلا وسهلا. الأستاذ ناجي عبد العزيز والأستاذ محسن عبد الرزاق، أهلا بك. أبدأ مع الأستاذ مصباح قطب. فكرة خفض قيمة العملة الوطنية أو تعويمها حتى إذا يعني صدقنا ما نشر في الأسبوع الفائت، برأيك هل هذا قرار لمحافظ البنك المركزي أم هو يعني مسؤولية تضامنية للحكومة ونظام الحكم؟ هي السياسات النقدية بشكل عام جزء من السياسات العامة للدولة وليست منفصلة عنها، والدول بتنجح كل ما يبقى في تكامل أكبر بين السياسات وبعضها البعض، خاصة بين السياسة المالية والسياسة النقدية. لكن يعني أنا يعني عايز أذكر بس السيدات والسادة المشاهدين بأنه الإطار اللي هيحكم العملية التعامل مع سعر الصرف في مصر فيه على الأقل في 3 سنوات الماضية هو ما قرأناه جميعا في المذكرة الموقعة في الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي، وورد فيها بشأن سياسة سعر الصرف نقطتين فقط. أول واحدة بتقول أنه تم الاتفاق مع الحكومة المصرية والبنك المركزي يعني على العمل على زيادة كفاءة سوق الصرف، والفقرة الثانية بعدها على طول في المذكرة اللي طلعها صندوق النقد الدولي نفسه بتقول انه من شأن المزيد من المؤونة في سعر الصرف ان يساعد على تشجيع السياحة وجذب الاستثمارات وتشجيع الصادرات وربما الحد من الواردات. وانا بعتقد انه هذا هو الإطار السليم، عشان كده
لا أستخدم كلمة خفض أو رفع ولا أستخدم كلمة التعويم، لأنهما أبعد ما تكون عن أنهم يوصفوا الموقف بدقة، ليس حبا أو كرها في أي حاجة يعني. فضلا عن ذلك فإنه يعني لا يمكن لعاقل أن يتصور دولة تعوم عملتها واحتياطياتها محدودة للغاية، حتى وإن بلغت في الشهر الأخير 19.6% مليار دولار، وكلنا يعلم أنها يعني معظمها قائم على ودائع يعني من الخير. حضرتك تستبعد فكرة الخفض مرة أخرى أو التعويم؟ لا، أنا بقول أنه هيبقى في طول الوقت المرحلة اللي جاية دي يعني اللي سميته أو سمي مونة سعر الصرف، يعني ينفتح أكتر على الاستجابة للمؤثرات الموضوعية الموجودة في ساحة العرض والطلب، مع قدر من التدخل الذكي من البنك المركزي ليصل إلى ما يمكن أن يسمى سعر الصرف التوازني في ضوء الحالة المصرية. يعني هذا تأسيسا على اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، ولكن فكرة برضو أنها تكون أكثر مرونة أو أكثر اتساقا مع وضع الاقتصاد المصري، ربما هذا يقودنا إلى خفض مرة أخرى ومن ثم موجة جديدة من ارتفاع الأسعار. الأستاذ ناجي، هل وأنت تتابع بشكل يومي الأخبار الاقتصادية وأخبار الأسواق، هل موجات الارتفاع المتزايدة في الأسعار في مصر مرتبطة فقط بخفض قيمة العملة في مواجهة الدولار، أم إنها مرتبطة كمان بارتفاع فاتورة الاستيراد، ما يتعلق بسلوكيات بعض التجار، أم ماذا بالتحديد برأيك؟ والله هو أنا شايف إن قضية ارتفاع الأسعار دي له ثلاث أسباب يمكن حضرتك ذكرتهم. اولا ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي، يمكن وصل بالمناسبه لماذا بات يطلق عليه السوق الموازي؟ هو اسمه السوق السوداء، السوق هل هو تجميل؟ لا 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 لا، بالعكس، هو هي القصه قصه مصطلح رسمي. ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء او السوق الموازي ارتفاع كبير تجاوز 13 جنيه للدولار الواحد، ايضا عشوائيه السوق وعشوائيه اداره الحكومه للسوق، عشوائيه السوق نفسه ان كل واحد دلوقتي بيحرك السعر كيفما شاء. لو تاجر بيبيع سلعه، السلعه دي ذات منشا محلي 100% وبتتكلم معاه او تساله ليه الارتفاع في السعر حصل، بيقول لك يا عم ما الدولار سعره ارتفع. ايضا المواجهه الحكوميه او التعاطي الحكومي مع القضيه بيتم باساليب تقليديه لا 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 يصح ان تتم في الوقت الحالي. فكره ان انا اتعامل واعرض او اوقع عقوبات على من يرفع السعر بشكل عشوائي او بقوانين قديمه فكره غير مطلوبه وغير محبذه، الان هذا لا يعني اننا اتغاضى عن القوانين الموجوده او التشريعات الموجوده، ولكن علينا تحديث هذه القوانين والتعامل بشكل جدي مع متطلبات السوق الحديثه. لكي نكون محددين، انت ترى ان هناك عشوائيه في اداره الاسواق المصريه جشع من بعض التجار والمستوردين، وايضا يعني سريان فكره ان الاسعار سترتفع ومن ثم ربما يخلق ذلك يعني سلوك نمط سلوكي مرتبط بنمط استهلاكي يعني يقدم على شراء السلع ما يؤدي لارتفاعها. طب استاذ محسن، البعض تحدث عن مبادرات من نوعيه شجع المنتج المصري، محاولات دفع المستهلكين للاقبال على شراء المنتجات المصريه، برايك هل هذه المبادرات ممكن ان تجد صدى عند المواطن بالاساس ثم بعد ذلك صدى عند المنتج او البائع التاجر؟ انا في تقديري الشخصي ان المبادرات دي مبادرات اذا كانت حتى بتاخد نوع من الاعلام والشو، لكن شايفها ان لا تسمن ولا تغني من جوع. هي مبادرات قد يستجيب البعض ليها او قد لا يستجيب، لكن احنا عايزين حضرتك قرارات يعني تكون رسميه باجراءات تخص السوق وبتنزل الاسعار السلع في الاسواق. المبادرات دي حضرتك شفناها وحضرتك تابعتها ببعض الفضائيات والبعض استجاب ليها، لكن مش هتبقى حاله عامه، وقد يكون فيها برضو جوء نوع من ان انا هتنزل عن ربحي. طيب يبقى اذا كده يبقى حضرتك اللي انت كنت بتبيع ده جشع، يعني دي حاجات حضرتك ما كانتش صح عشان انت تتنزل فيها عن جزء من ارباحك. انت بتتنزل ليه وانت مستني مبادرات عشان تتنزل؟ بقى لازم يكون الدولة موجودة والحكومة موجودة وتكون ايدها موجودة فوق القطاع الخاص مهما على شأنه. يعني تطالب بتدخل حازم من أجهزة ومؤسسات الدولة لضبط الأسعار؟ لازم، لأن خاصة في الفترة الأخيرة حتى لو انطوى هذا التدخل على يعني قدر من الخشونة في مواجهة التجار طبعا طبعا. يعني حضرتك دلوقتي الفترة الأخيرة شاهدنا بيع سلعة بأكثر من ثمن. هل محاولات الدخول القوات المسلحة بمنافذ بيع لتوفير المنتجات بسلع
اقل من المطروح في السوق، دي شايفها مبادرات مجديه من قبل القوات المسلحه؟ مبادرات مجديه اي نعم، لكن يعني قد تكون برضو حضرتك ما تشملش كل المحافظات. وانا في القاهره الكبرى سيارات القوات المسلحه تلاقيها في بعض الميادين، لكن حضرتك هتلبي كل احتياجات المواطنين في كل ربوع مصر؟ صح. يعني حضرتك ده يعني وليه احنا لازم نستنى ان القوات المسلحه هي اللي هتخش وهي اللي هتلبي وهي اللي هتحل كل المشاكل؟ لازم يكون في حضرتك تدخل من الحكومه، ولازم يكون في رقابه على الاسواق ورقابه على التجار وعدم المبالغه في الارباح. المواطن لا يهمه ان تعوم العمله بالكامل او تخفضها جزئيا، المواطن يهمه في النهايه ان يجد السلعه التي يستهلكها بالسعر المناسب وغير مبالغ فيه. دعنا نقف هنا، اذا المواطن يريد سلعة في متناول يديه بسعر يستطيع أن يدفعه حتى يلبي احتياجات أسرته. نقف هنا حتى ننتقل إلى موقع آخر لنناقش فيه أحوال المستوردين وبيع السلع المعمرة في مصر، وأيضا أراء المواطنين الذين يخضعون لهذه الحزمة المتوالية من ارتفاعات الأسعار. نتوقف هنا في المقهى ونلقاكم أيضا بعد قليل في موقع آخر. وما يهم المواطن هو أن يجد السلعة التي يحتاجها بالسعر الذي يمكنه الوفاء به. هنا في أحد الأسواق الشعبية جل البضائع المباعة هنا مستوردة أو مصنعة محليا، ولكن بمكون أجنبي يحتاج لعملة أجنبية حتى يمكن استيراده. نلتقي عدد من يعني زبائن هذا السوق. بداية حضرتك عندك فكرة عن ارتفاعات أسعار الدولار، الخفض المستمر في قيمة الجنيه وأثر على الأسعار؟ طبعاً ما فيش مواطن مصري ما عندوش فكرة ومش حاسس بالارتفاع ده، فسحب الدولار من السوق هو سبب في انخفاض الجنيه المصري. أنا مش عايز أقول إن انخفاض الجنيه المصري هو اللي انخفض، لا، ده الدولار اللي انتهى. يعني تقصد إنه الأزمة أزمة ليها علاقة بإن مبقاش فيه دولار كتير بس في مصر، سحب الدولار. طب سحب الدولار ده بيأثر عليك صح؟ بيأثر علي أنا طبعًا، بيأثر على المستورد، بيأثر على السلع اللي بنستوردها. أنا كنت بشتري السنة اللي فاتت بـ 2000 جنيه بس هم اللي كانوا مع عندي، دلوقتي ممكن أشتري بثلاثة. يعني إذا ارتفاع الأسعار بيلمسوا كل المواطنين معنا. مواطن، انت رايك ايه فكره ارتفاع الاسعار، وهل سبب الدولار ارتفاع سعر الدولار هو السبب في رفع اسعار السلع؟ والله هي كل يوم اللي يقول لك الدولار غالي والاسعار غليت والملابس غليت واللبس كل حاجه غليت، ما فيش حاجه رخيصه. فالناس كلها يعني كان الله في عونها، الدروس هندفع دروس ولا ميه ولا نور ولا يعني كل حاجه. الدروس كمان بترتفع عشان سعر الدولار ارتفع؟ طبعا والله رحت عشان والدكتور يعني النهارده كانت بندفع ب 100 جنيه قال لك ب 200 جنيه. 200 جنيه ليه ندفع لكشف 200 جنيه وانا كنت لسه كشفه ب 100 جنيه؟ انت اصلا متابعه اللي بيحصل في سوق الدولار وارتفاعه ولا مش مهتمه؟ لا والله انا ربة منزل يعني، وبسمع زي ما اللي بيسمع في التلفزيون وبشوف اراء ده واراء ده بس. انت مهتمه بس باللي انت عاوز تشتريه يبقى في متناول ايديكي؟ ايوه يعني ما زمن الناس عايشه احنا عاوزين نعيش بس بالاسعار معقوله. بايع ولا مشتري؟ ان الله بايع. طب انت حاله ارتفاع الاسعار وارتفاع سعر الدولار اثرت على حركه البيع والشراء عندك؟ الدولار هو اللي مؤثر على كل حاجه. الدولار بيطلع تلاقي البضاعه طلعت معاه. الدولار بينزل بتثبت البضاعه. حتى لو كان عند التاجر مخزون من السلع قبل ان يرتفع سعر الدولار مضطرين ترفعوا الاسعار برضو؟ مش مضطرين. انا لما اغلى لو عندي حاجه بسعر قديم انا عايز ابيع وعايز اشتغل. بسبب وقف الجمارك الاستيراد برضو هو بسبب خلي الناس هي اللي ترفع البضاعه، ان هو بيقول لك مش هقدر اجيب الشغل ده تاني. هو يعني كده المستوردون من وجهه نظر على الاقل حضراتكم هم اللي بيتحملوا المسؤوليه، ولكن ماذا لو قررنا ما نستوردش؟ هل ممكن لو وقفنا الاستيراد شويه عشان نقلل الضغط على الدولار حاله السوق تبقى افضل؟ ما مفيش مصانع ومفيش تصنيع ومفيش مواد خام ومفيش كل حاجه. ومفيش اصلا، العيب كله اصلا المشكله كلها في الحكومه. الحكومه تراقب ولا تفرض اسعار؟ تفرض اسعار لو هي تقدر تفرض اسعار تفرض اسعار. تخفض اسعار عشان المواطن اللي هو بيعاني دلوقتي من ارتفاع الاسعار للضعف
ماشي يرتاح. كل الناس النهارده بتشتكي. اذا نعود مره اخرى لفكره الاستيراد وحجم الصادرات المصريه المنخفض في مواجهه حجم الواردات المصريه المرتفعه دائما، بما ينعكس على ارتفاع الاسعار وتحمل المواطنين الاعباء الكبرى في هذا المجال. هننتقل الان الى احد المستوردين واحد اعضاء غرفه التجاره المصريه، وهو عضو شعبه المستوردين ايضا. نلقاكم لناخذ راي المستوردين وكيف برايهم يمكن مواجهه هذه الازمه. هنا إحدى المؤسسات التجارية التي يعني تباع فيها منتجات، أغلبها منتجات مستوردة، ومالك هذه المؤسسة أيضا هو عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية، وعملوا في هذا الأمر منذ سنوات طويلة. أستاذ عماد قناوي، أهلا بك في سكاي نيوز العربية. كثيرون يحملون المستوردين مسؤولية الارتفاع المتواصل في الأسعار، والبعض قال أنه شهبندر التجار وأصدقائه هم اللي بيجنوا ثمار هذه الارتفاعات، والمواطن يتحمل وحده الخطايا. أنتم الآن في قفص الاتهام. هي ثقافة بقالها فترة طويلة، يمكن عشرات السنين، بتركز على جشع التجار وغش التجار وتأثيرهم في الأسعار. الموضوع ده لو قلناه بنسبة مئوية لا يتعدى من نسبة التجار 2-3% اللي يكون سبب في أشياء زي دي، لأن اللي ليه عمر طويل في التجارة وليه سمعة وعايز يحافظ على عميله ما بيعملش الأشياء دي خالص. ده تاجر اللي هو بيبقى سريح، جوال هتشتري منه مرة ومش هتلاقيه تاني، إنما يستحيل الجمل دي تكون مظبوط. إنما في تأثيرات فعلية بقى علمية ملهاش علاقة بجشع التجار نهائي، وهي قرار اللي هو 43 و991 اللي اتخذ ونفذ من 16/3. هذا القرار المرتبط بحصص الاستيراد ونوعية المواد المسموح باستيرادها، أليس كذلك؟ هو عنوانه ترشيد الاستيراد والوصول إلى جودة في المنتجات المستوردة، ده العنوان أو اللي تم تفهيمه للمستوردين. ولكن القرار عنوانه الحقيقي من قبل المستوردين هو منع الاستيراد. عدم الشفافية بين متخذ القرار واللي هينفذ القرار هي اللي عاملة المشكلة الكبيرة. الترشيد لإجراءات تم عمل مجموعة من الإجراءات، المستورد بيلتزم بيها ويقدم أوراقه لتسجيل هذه المصانع اللي المفروض تكون بجودة عالمية. بالخمس شهور ست شهور ما تمش الموافقة على الموافقات الاستيرادية، وبالتالي هي منع بالنسبة لنا. طب هو يعني خلينا نفهم، ما هو حتى منع الاستيراد هيؤدي الى قلة الطلب على الدولار، وده يخلي سعر الدولار ينزل شوية، ما يمكن يكون ده الهدف، وهدف نبيل يعني. ده الاساس، لو الاستيراد مؤثر في سعر الدولار. ده ثبت ان من 16/3 نزل الاستيراد بنسبة مئوية كبيرة جدا، ومع ذلك طلع الدولار بنسبة مئوية كبيرة جدا. اذا النتيجة هي اللي بتقول القرار سليم ولا غير سليم. من اي قرار في العالم يتخذ ليه نتائج، النتيجه بتوضح هل القرار ده كان سليم ولا غير سليم. احنا بنقول كمستوردين احنا ليس لنا يد في ارتفاع الدولار، دي من وجهه نظرنا احنا، ما عندناش نو هاو او علم قوي في قصه سعر الصرف، انما بنقول من وجهه نظرنا قل الاستيراد جامد جدا وارتفع الدولار جامد جدا. اذا قد يكون مش هو المؤثر الوحيد او نسبه تاثيره مش كبيره. طيب المؤثر اللي من وجهه نظركم ايه؟ من وجهه نظري انا هو ان عرض الدولار نفسه المعروض من الدولار اقل من الطلب عليه عامه. استاذ عماد قناوي، عضو مجلس اداره غرفه التجاريه المصريه وعضو شعبه المسؤولين، شكرا جزيلا لك. اذا كانت هذه نهايه جولتنا وفقرتنا الخارجيه بشان كيف يرى المواطنون والخبراء والمستوردون وقطاع من التجار حاله ارتفاع اسعار الدولار وقرارات تعويم الجنيه من عدمها. هذه نهاية فقرتنا الخارجية، ونلقاكم إن شاء الله في الاستوديو.